فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج حديث على الموضة. ضيفنا بحلقة اليوم هو المصمم اللبناني العالمي بوديديب. بوديديب اهلا وسهلا فيك بقناة هلا لندن وبرنامج حديث على الموضة. اهلا وسهلا جاد. اهلا وسهلا. جاهز حلقة اليوم؟ اكيد. بودي خبرني اليوم ليش الناس تقصدك؟ ليه بيختاروا بدلة من تصميم وتوقيع بوديديب؟ انت بتعرف بالاول من زمان كثير كان كل شيء ينعمل على شغل ايد. صحيح. اذا بتطلع من بالسبعينات وبالستينات كان كل التياب شغل ايد، وقت صار في اندستري ريفولوشن قبل وصار في مكانات وصار اخترعوا البريتا بورتي. البريتا بورتي بيوصل لمحل عنده ليميتيشن، بيقدر يلبس a certain number of people، يعني عدد معين من العالم مش كل العالم. هون بيجي دور مصمم الازياء او الخياط او اللي بدك تسميه، اللي بيقدر يلبس الناس اللي ما بيقدروا يلبسوا بالبريتا بورتي. انا الناس اكثر شيء بيقصدوني كرمال اول شيء نوعيه القماش، كرمال الكات اللي انا بعملها، وكرمال كونسلتنسي اللي انا بعمل له اياها، يعني بيجي كانه بنصحهم حسب الإيفنت اللي هن بدهم يلبسوا فيه البدلة شو لازم يلبسوا، هل هو أكتر شيء، هل هو أهم من إنه واحد يلبس. اليوم أنت مسؤول عن إطلالات عدد كبير من المشاهير والشخصيات اللي بنشوفها على التيفي، ولكن أنا عبالي أعرف منك الستايل الخاص فيك. أنا أكتر شيء مشهور بالسليم، ما بحب أنا زيادة قماش، كل شيء زيادة منه حلو، كل شيء مريح منه حلو. سوقت الناس بينزعجوا شوي مني قدي أنا بضيق التياب، بس دايماً كل شيء زيادة إن كان بالجاكيت أو بالبنطلون أو حتى بالقميص ما بيعطي الريزات اللي إحنا بدنا نعطيه. يعني في يكون شيء مريح بس بنفس الوقت يكون ضيق وحلو، مش كل شيء ضيق لازم يكون مزعج، مش كل شيء واسع لازم يكون مريح. سو هيدا هي اللي بدك تلاقي الرايت بالانس بين اثنين، انك تلبس حدا يكون مرتاح بتيابه بنفس الوقت عقد جسمه. انت معروف بتصاميمك للرجال، ولكن غامرت ودخلت ايضا الى عالم السيدات. خبرنا اكثر عن هالتجربه بالاول، وقدي قواعد اللعبه مختلفه بين العالمين. هي بلشت بالصدفه لانه انا بلبس الام تي في، انا وردروب بروفايدر للام تي في، وفي سيدات بالام تي في طلبوا مني انه يلبسوا بدلات رجالي، وهي بلش المشوار هيك بالصدفه. وبعتقد كان توجه عالمي، درجه موضه انه السيدات هي دائما دارجه، بس انت في عندك بدلتين، نوعين بدلات للسيدات. اللي هن هي البدله الكات الرجاليه اللي انا بعملها، والكات النسائيه اللي موجوده بالسوق. اللي انا بعملها منها كتير موجوده بالسوق، يعني هي الكات الرجاليه، يعني بتعطي كانه مان لوك. اوكي. هيدي اللي انا اشتهرت فيها، وكنت عم لبس السليبرتيز اللي بالاول بالام تي في، بعدين صرت عم لبس سليبرتيز بالوسط الفني. قد ايه قواعد اللعبه مختلفه؟ وين في تحدي اكثر؟ وين في صعوبه اكثر؟ هو دائما الشغل مع النساء كتير اصعب من الرجال. سو هو التحدي بالاول تقدر تقنعها باللي بفكرتك وتقدر تطبق لفكرتها، هذا اصعب شيء. بعدين في لعب اكثر على القماشات من على الكات، لانه هي الكات اللي انا بعملها هي كات رجاليه، بس الشغل مع النساء اكثر باختيار القماش وباختيار الايفكت تبع القماش. ذكرت السليم فيت، هل هذا الشيء بيميزك؟ هل هذا الشيء بيميز هويه بوديديب وبنشوفه بكل بدلاتك، ولا ما بالضروره؟ في عندك شقين، في عندك ستايلينج وعندك نوعيه الخياطه. اوكي. المصمم المشهور واللي شاطر فيك اذا بس تطلع ببدلته فيك تعرف انه هيدي شغله، بيكون هو عنده سمول تاتشز هو مميز فيها، هيدا اللي بقصد عنه. يعني فيكون عرض القبه،
في شكل القبة، كل خياط عنده شكل قبة معينة، يعني فيك تطلع ببدلة بتقول هيدي شغل بودي لأنه هو بيعمل قبته بهالطريقة. هون عم نحكي بنوعية الخياطة، هون عم نحكي بالتفاصيل الصغيرة والبروبورشنز. بالستايلينج فيك تعرف انه بودي بيحب الواسع، بس تطلع تلاقي بدلة واسعة كتافة واسعين بتقول هذا ستايل تبع بودي، او فيك تلاقي بدلة كتير على قد الجسم طولة مزبوط بنطلونة مزبوط فيك تقول هذا هو ستايل. سو بنوعية الخياطة فيك الخياط يتميز بالديتيلز صغار تبعوله، وبالفت كمان فيه يتميز. وجودك بهذا المجال هو اكيد عن حب وعن شغف، ولكن بدي اعرف منك احلى واسوأ جنب بهذا المجال، مجال الاضواء، الشهرة، الأزياء. هو صراحة أنا ما بلشت، ما كنت أفكر كون فاشن ديزاين. على هذا الموضوع رح نخليه للفقرة الثانية. ما تقول لي شو كنت بدك تعمل بالأول، نتركه للفقرة. رح نتركه للفقرة الثانية. أوكي. قل لي شو أحلى، ويعني بيومياتك، بيومياتك شو أحلى وشو أسوأ جانب بهالمهنة؟ يمكن في ناس مثلا بيقولوا هن ما كتير معودين على انه يكونوا بطبعهم سوشيبل، ولكن هالمهنة بتفرض انه تكون سوشيبل. انا صراحة ما عندي ولا كوتي نقول سلبي او نيجاتيف بهذا الدومين. انا كل يوم بس اوعى الصبح بيكون نهار جديد، كون مبسوط انه انا قايم رايح على شغلي، ولا مرة حسيت انه انا رايح غصب عني، او ولا مرة حسيت انه انا مجبور اعمل شيء ماني حابه. دايما في ناس مثلا بيستحوا من الكاميرا، ما بيحبوا الاضواء، صحيح. في ناس ما بيحبوا يعملوا انترفيو، في ناس كتير بيحكوا. سو هي بارت اوف يور بيرسوناليتي، يعني انت كيف شخصيتك. انا صراحه ما عندي شيء زعجني بهالدومين، بالعكس انا اللي بيزعجني وقتها بحس انه مش عم بقدر وصل فكرتي مثل ما لازم للعالم، او بيزعجني انه في حدا ما عم يعرف يلبس مثل ما لازم يلبس. يعني بحب انا حتى لو مش من عندي، بحب انه الواحد لما بده يلبس شيء ان كان على ريد كاربت او على ايفنت يكون عارف شو لابس وليش شو لابس. ما بحب انه يلبسه هيك لانه هيديك مش موجوده، يعني لانه كل اوتفيت واحد بيلبسه له معنى وله رساله من وراء. اليوم كيفك تعطي حياه للقطع؟ هن الحياه بيجوا بالاكسسوارز عاده. اوكي. الحياه هي بتجي باللون، يعني فيك تلعب باللون، فيك تلعب بالقماشه، فيك تلعب بالاكسسوارز. الاكسسوارز ليتلي اذا بتلاحظ على السوشيال ميديا وبالموضه كثير زادوا، يعني صاروا يحطوا بروش من هون وورده من هون وفولار. عم نحكي نحن هلا عن البدله الرجاليه. البدله الرجاليه اكيد صاروا يلبسوا لها بروش، صار شوي عم بيزيدوها. كل شيء زياده بالاكسسوار بتضيع انت الهدف انك انت تبين جمال القطعه. سو اذا بدك تعطيها شويه حياه فيك تلعب شوي بالالوان، فيك تلعب بنوعية القماش. أنت بتعرف القماش كتير عالم واسع، صحيح. في القماش اللي شوي لميع اللي ما بيلبع بالمرة، اللي يعني بتلعب بنوعية القماش، بتلعب باللون، فيك تعطي حياة بغض النظر إذا أنت كترت أكسسوريز أو لا. بودي أنت شاركت بإعلان، إعلان ضخم لشركة الفراري بلبنان، خبرنا أكثر عن هذه التجربة وليه اختاروا بودي ديل. كانت تجربة كتير حلوة، كانت أول مرة بصور بنهار بكامل، يعني وعينا على الساعة 3 الصبح للساعة 8 عشان فول داي شوت. هي الفكرة انه وقتا كانوا بدون يعملوا اللونشينج تبع فيراري بورتوفينو، اوكي، اللي هي الفيراري ديكابوتابل تبعهم، طلبوا شركة الفيراري بإيطاليا انه مين في ديزاينر بلبنان عنده فيراريات. ما كان بدهم حدا يسوق الفيراري ما يكون بيعرف بالفيراري. سو ثاقبت على حظهم انه انا عندي كولكشن فيراري وديزاينر، وكانوا بدهم يعملوا هالكومباريزن بين كيف هن بخيطوا الفرش تبع السيارة، كيف هن بيعملوا الديزاين تبع السيارة مع الحرفية الإيد تبع خياطة البدلات. وكان هذا التعاون بيناتنا ونزلت الدعاية بكل الشرق الأوسط. يعني فينا نقول أنك بتحب الكاميرا، بتحب الأضواء. ما بحب الأضواء لا، بس بحب يكون نتيجة الانترفيو يكون عمل منتج. هذا أهم شيء. خلينا شوي نبعد عن الأمور المهنية ونحكي شوي بالأمور الشخصية. كيفك مع الحب ومع الارتباط؟ يعني لخبر المشاهدين أنه بودي ديب رجل أعزب. إيه رجل أعزب. كيفك مع العلاقات العاطفية؟ عزيب كتير عزيب صراحة. هو أعزب أنا هلأ لأنه هو عزيب. ليه؟ ما معك وقت؟ مش قصيت ما معي وقت، لأن كل واحد عنده نظرته للارتباط وللعلاقة. يعني أنا بطبعي ما بحب أعمل شيء نص. سو أنا بحس إنه نهار اللي بدي أرتبط أو بدي أتجوز أو يكون عندي عائلة، يا بعملها بطريقة مزبوطة أو ما بعملها. ثابت بوقت وقت كنت أنا عم بلش أسس حالي ما كان عندي كتير وقت لفكر بهالموضوع. أكيد.
وخاصة أنا ما كبيت حالي بمشاريع مني قدها، يعني في كتير عالم بتحسهم لا سوء الحظ بيفوتوا بمشاريع بيتجوزوا بيجيبوا أولاد وبيطلع الولد هو الكبش المحرقة بالآخر من العلاقة الفاشلة. أنا ما عبالي فوت بهالخبرين، يعني أنا عبالي حتى لو ما تجوزت بحياتي بس ما أعمل دعسة ناقصة وعتر حدا من وراي. يعني أساس عملك هو القماش، وهيدا عالم واسع وحتى فينا نعتبره علم وفن بحد ذاته. خبرنا أكثر عن القماشات المختلفة وأنواعها اللي بتستعملها بتصميم البدلات الرجالية. هو القماش بالعالم كله بينقسم قسمين، في ناتشرال فايبرز، فيبر ناتورال يعني اللي بتلاقيها بالطبيعة، وفي الارتفيشال فايبرز او السينتاتيك. يس، نحن بكل شغلنا حتى لو البراندز الكبار بيستعملوا السينتاتيك بس انه بيكون عندهم هدف معين، نحن كله بشغلنا هو ناتشرال فايبرز. يعني فيك تشتغل بالصوف اللي بيجي ان كان من الخروف او من المعزيه او من حيالة حيوان فيه، وبنشتغل بالكتان اللي هو نبتة بتزرع على الكتان، بنشتغل بالقطن اللي هو كمان نبتة. هول الثلاث أشياء نحن بنشتغل فيهم. هلأ طريقة كل واحدة كيف بتصير البروسس إنه تكون هي نبتة بالآخر لتصير شقفة قماش، هذا بروسس طويل. بس دايماً دايماً كل قماشة هي طبيعية ناتشرال، عندها صفات مكيفة لطبيعة الإنسان. يعني لنقول الصوف، في عندك صوف بيتنفس بس انت تشوي بيطلع لك حراره الجسم لبرا، السينتاتيك مثلا بيحبس لك الحراره، مشان هيك بتكون لابس بدله سينتاتيك بتشوي انت ما بتعرف ليه بس حراره جسمك بعدها مكبوته جوا مش عم تطلع لبرا. القطن بيتنفس، الكتان بيتنفس، وكل قماشه عندها تفاعل مع الخياطه ومع الكوي ومع اللبس. الكتان بيجعلك كتير، القطن بيجعلك اقل. عن جد علم، علم بحد ذاته. اكيد ما حدا بيلبس، اذا بتلاحظ برا ما حدا بيلبس شيء هيك انه انا اليوم لابس صوف لانه انا امبارح لبست كتان. دائما عندهم هن سبب لكل شيء بيلبسوا، حتى بالنقشات بيلبسوا مقلم بمناسبه، بيلبسوا كارو بمناسبه، ساده بمناسبه، الكتان، القطن، الصوف كله بمناسبات محدده، ما حدا بيلبس شو ما كان بحياله مناسبه. بودي اي نوع من القماشات اللي سبق وذكرتهم يعتبر الاغلى؟ بكل نوع اللي أنا ذكرته في عندك رخيص وغالي، يعني حتى بالقطن في عندك القطن الرخيص والقطن الغالي حسب شو بيعملوا بروسس لينقوه. يعني هني وقتها بيقطفوا القطن بالآخر بيعملوه مثل الخيطان بيرجعوا بيغزلوه. طريقة الغزل، في ناس بيغزلوا بطريقة طبيعية، في ناس بيحطوا ارتفيشل إشياء حتى ينعموه. كل ما أنت تزيد إشياء ارتفيشل كل ما تصير القماشة أرخص. هذا عم نحكي بالقطن وبالكتان. بالصوف في عندك شيء ما كتير ناس بيعرفوه، إنه وقتها هن بيغزوا الخروف أو بيغزوا المعزية. أنت بتعرف إنه هن المعزية وقتها بتنعب الحقلة بطنها بدق بالأرض، سو هذا المنطقة كتير مجوية بتكون، ظهرها بيكون ضربته الشمس كل النهار بيكون ناشف، جناب الخروف هذا أتقل بارت أو جزء، أتقل جزء من الخروف. وقتها هن بيغزوا، هن ما بيغزوهم كله مع بعضهم وبحطوه مع بعضهم، بصيروا يفصلوا هيدا هون وهيدا هون وهيدا هون، وكل بارت من هالصوف بيعملوا له تريتمنت شكل حتى يوصلوا للي بدهم اياه. سو هو نوعية الخروف، في خروف كتير في كتير نادر بالحياة، مثلا نقول الكشمير، الكشمير هو حيوان، انت وقتها بتغزله الصوف تبعه بيطول كتير ليرجع يربى. اوكي، سو دائما كتير نادر وقت بتلاقي شيء انت اوست معمول من كشمير بتعرف انه اذا هذا الكشمير هو مزبوط طبيعي، يعني اخذ كتير وقت بالاول لطلعوا شعراته او وبره وبالاخر وقت هن عملوا منه ناطرين كتير ليرجعوا. بقى في يعني النادرة، يعني قديش نادر هالحيوان هو اللي بيلعب دور. إيه؟ كل موسم له قماشاته صحيح؟ مش دائما، مش دائما، بس انا بقول لك هو شو اللي بيحدد شو اللي دارج. هلا الناس بيعرفوا مثلا اذا قلنا اليوم دارج الكتان، في سببين اللي بيكون دارج الكتان. في اولا انت بتعرف الكتان هو مثل ما قلنا نحن شيء طبيعي بالحياه. اوكي، على افتراض مطرح ما بيكون في زارعين كتان، على افتراض صار في فيضان، عم بعطيك اكزامبل، وراح موسم الكتان، شو بيعملوا؟ بيدرجوا الصوف لانه هلا ما عاش عندنا كتان. شو بيفكروا العالم؟ بيفكروا انه هلا دارج الصوف. هو مش دارج الصوف لانه هو دارج الصوف، هو دارج الصوف لانه الكتان، محصول الكتان انضرب. المواد الاوليه. سو دائما المواد الاوليه بتلعب دور بشو دارج هلا بنوعيه القماش.
سو كمان دور الازياء الكبار اللي هن بيعطوا مثل انفلوينس للموضه، هن شو بيكونوا كمان عم بيسوقوا. صحيح. كمان بقى في لاعبين بيلعبوا لعبه الناتشرال ريسورسز اللي هي شو في هلا بالسوق، شو اللي صاير، لانه مش دائما عندك محصول قطن منيح. افترضنا هالسنه محصول القطن منه منيح بهالمنطقه، مش قادرين يعملوا منه قماش كفايه، بينقلوا على غير قماش. والترند العالمي مثل ما ذكرت. اكيد والترند العالمي. بدي اسالك عن القماش المفضله واللون اللي بتحب تستعمله اكثر شيء، يعني اذا بودي بده يخيط بدله لإله شو بتستعمل؟ هلا ما في لون بالمطلق، دائما از كونسلتنت، يعني انت عم تنصح الزبون بغض النظر اذا انا او حدا، وقت انت بتشوفه دائما لازم تكون البدله من عايشه لحالها وهو عايش لحاله، لازم يكونوا عاملين بلاند بين بعضهم، يعني انا وقت اطلع بشخص لابس بدله بدي اشوفه هو بالبدله شخص واحد. إذا حسيت منا لابقى لبشرته، منا لابقى لعيونه، منا لابقى لشعراته، بحس إنه هيدي البدلة منا لإله، بس أنا ما بعرف هيك، يعني إذا واحد لابس بدلة منا لابقت له فات بالمجتمع العالم ما رح يعرفوا إنه منا لابقت له، حيحسوا في شيء غلط. سو ما في لون محدد بالمطلق، في هيدا اللون اللي بيكون رايق للإنسان اللي بيكون هيك لازم له لون، وفي أوقات ناس بتحس إنه عبالك تلبسهم أبيض زهر أخضر وبيطلع كتير حلو عليه. سو كله هذا ديبانز على الإنسان وعلى لون بشرته وعلى لون عيونه وشعره. بودي البدلة الرجالية إلى قواعدها، وبدي استفيد من إطلالتك معنا على قناة على لندن لنعرف المشاهدين أكثر عن هالقواعد ببعض الأمثلة. لنفترض العريس بيوم عرسه، شو لازم يلبس العريس وشو لازم يلبس الشخص المقرب منه، إن كان الشبين أو أخوه أو أي أحد من أفراد عائلته؟ هو لجاوبك على السؤال كتير هين، أنت لازم تتخيل إحنا من زمان، لنقول بالألف وثمانمية كانوا عايشين كلهم بالضياع، كانوا يقولوا مثلا جاد بده يتجوز. أوكي، الناس اللي بالضيعة ما بيعرفوا مين جاد، ما بيعرفوا بيه لجاد، ما بيعرفوا عائلته لجاد، بس كونهم هن عايشين بكوميونيتي بضيعة كلهم كانوا يطلعوا على ساحة الضيعة يحتفلوا بعرسه لجاد. حلو. ما بيكونوا شايفينه ولا بيعرفوا حدا عن عائلته. أول ما يفوتوا على ساحة الضيعة بدهم يشوفوا العروس، مشان هيك بتلبس فستان أبيض لتميز حالها. بدهم يشوفوا العريس اللي هو لابس غير عن المعازيم، بيكون لابس بابيون، بيكون لابس سموكين، بيكون لابس اللي كان. هلا وقت بيشوفوا العروس والعريس بدهم يجوا يهنوا حدا فيهم، بدهم يهنوا العائلة. دايما بي العروس بي العريس بيكونوا لابسين كمان توكسيدو مع بابيون، حتى يقولوا للعالم إنه هذا هو البي وهذا هو الباقي الثاني، نحن لنهنيهم. هلا بعصرنا هلا صار اكيد كل العالم بيعرفوا مين العروس والعريس، أكيد. بس دائما العريس لازم يفكر انه انا عايز 100 200 300 شخص، مستحيل انا ضيع بين العالم، لازم اكون مميز حالي. سو انا شو بلبس منه بقى مثل قبل انه انا لازم البس هالشي، لا انا لازم البس حسب انا شو عازم. اذا انا عامل عرسي على البحر وطالب من العالم تاعه بالشورتات بالتيشيرتات، ما بروح بلبس توكسيدو اسود مع بابيون، اكيد لا. بس اذا كنت انا طالب من العالم انه دريس كود يكون فيري فورمال، بتوقع انه كل اللي رح يجوا لابسين بدلات وكرافاتات ومزبطين حالهم، بلبس انا احسن منهم. سو هلا الدريس كود تبع العرس كتير له علاقه بمين معزوم، وين العرس، وشو بدي وصل انا اي مسج بهذا الايفنت. مثل ما ذكرت بودي انه من المتعارف عليه العريس يلبس التوكسيدو اللي بيختلف تصميمه عن البدله العاديه، والعروس بتلبس الفستان باللون الابيض، هذا المتعارف عليه. ولكن مين طلع فعليا بهالقاعده خاصه اللون الابيض للعروس؟ هو دائما اللون الابيض هو لون الفرح، فرح. يعني حمامه السلام واللون الابيض، مش معقول واحد يقدر يتخيل انه عروس لابسه غير لون ابيض. اوكي، هلا العرسان الرجال كانوا يلبسوا بدله بيض ويلبسوا كل الالوان، بس انه العروس اللون الابيض هو لون الفرح، مفروض يكون هيك. ومثل ما حكينا قبل انه الفستان الابيض تبع العروس اللي هو دائما لازم تكون لبسته بحي الايفنت بيقابله بدله تبع العريس اللي هي منا بقى مثل ما حضرتك قلت انه توكسيدو والسوده وفيري فورمال، فيها تكون شو ما كان طالما هو مميز حاله وموصل المسج اللي بده يعطيه للمعزين. حتى في قواعد للرجال بحالات التعزية، يعني بعيد ألف شر عن قلوب الكل وعن مشاهدين على لندن، ولكن خبرنا أكثر شو المسموح شو الممنوع للرجال بحالة التعزية. في أكسسوارز بلبسها الرجال حتى يبين أنه هو مبسوط، يعني مثلا البوشات، إذا واحد لابس كرافات
لونها فاتح، لنقول أزرق أحمر أو فيها نقشة، هذا بيدل على علامة الفرح أنه هو بفاز فرح. بس يلبق لها بوشات بيزيد الفرح. بس يكون لابس ألوان فاتحة بيكون هو فرحان. بالعزة وقتها بيكون في مناسبة حزينة، ما لازم الواحد يجي يخبر أنه أنا فرحان، بده يخبر أنه أنا عم بوسيك وأنا تعيس. أكيد. دايما الألوان الغامقة هي اللي لازم تلبس. هلأ الرجال مش مثل النساء بيلبس أسود كله على بعض، لا، لازم يلبس بدلة غامقة للمناسبة. بس أكيد ما لازم يحط بوشات، أكيد ما لازم يلبس كرافات ملونة، أكيد ما لازم يكون جاي عم يضحك. سو دايما لازم يفوت عم بيعزي بلبسه قبل ما يعزي بحضوره. رح ننتقل للفقرة الثانية بحلقتنا، وهي فقرة فاشن فلاش باك، ورح نردك شوي للماضي. خبرنا أكثر عن عائلتك، أنت خلقت وربيت بهيدا المجال، يعني ابن المصلحة مثل ما بيقولوا. أنا جدي كان خياط، بس جدي كانوا كثير فقرة، بس كانوا يحبوا المصلحة. كانوا عندهم بيت صغير بساع تخت، يعني بيتهم هو تخت، ما كان عندهم مصاري يكون عندهم بيوت. كيف كانوا يشتغلوا؟ كانوا يربطوا التخت بحبلة ويربطوا مكنة الخياطة بحبلة، وقتها بده ينام يعلي المكنة بالسقف ويربطها، يصير مدندلة بالسقف وينزل التخت وينام. أوف. نهار اللي بده يشتغل يعلي التخت ويربطه وينزل المكنة ويشتغل. هالقد كانوا يحبوا الخياطة، لأنه كنت عم بقول لك قبل شوي إنه ما كان في شيء اسمه جاهز وبريتابوتي، كان كله خياطة. بيي ربي بهالجو، كان عمره 11 سنة وقتها، ساعد بيو وتعلم منه هيدي المصلحة، وفقد بيو على عمر صغير. بيي كان من الأوائل اللي فتحوا معمل خياطة، يعني بال 71 ما كان في شيء اسمه جاهز بلبنان، كان كله خياطة. فتحوا أول معمل خياطة. كيف يعني أول معمل خياطة؟ يعني كان في محل تياب يجي يخيط بدلاته عند بيي. كانت ريفولوشن، كان في شيء كتير مهم بالعالم إنه أنا عم فوت بشتري بدلة خالصة. كيف بدها تصير؟ كان العالم كانوا كلهم يعني بالنسبة لألون البدلة هي تفصيل، أنا كيف بدي ألبس بدلة حدا مفصلها عني أو مش على قياسي. وقت فتح معمل خياطة، فتحه بال 71 ونجح كتير بالدومين، كان أول معمل خياطة بلبنان، وكان عم يعطي لكل المحلات، ومثل ما بيقولوا يعني كان ناجح باختياره للقماش، لأنه من زمان كانوا يجوا يشتروا البدلة خالصة من عنده. كان عنده، كان يروح يشتري قماش، كان يعمل التصاميم وكان يبيع البدلة جاهزة. أنا وقتها وعيت على هالدنيا كان بيي عنده هذا المعمل. بس أنت بتعرف أنه كل ولد شو بيقولوا له أهله؟ بدك تكون يا محامي يا مهندس طبيعي. يا حكيم طبيعي. ما حدا بيقول لك أنه أنت شو عبالك تعمل، يا محامي يا مهندس يا حكيم. سو كل العائلة كانوا يشوفوا أنه أنا بيي عنده معمل خياطة، بس ما كانوا يشوفوا أنه معقولة معمل الخياطة يعمل مستقبل لولد. سو دايما كان الاتجاه روح تعلم شي تاني. قمت انا فتت بالاول على اليوبي، تعلمت ميكانيكال انجينيرينج، بعدين حسيت انه لا انا مني هونيك، رجعت فتت على البيوسي، كان اسمها بيوسي وقتها، عملت ايكونومكس واخذت ماسترز بالايكونومكس، ورحت عملت خدمه علم على سنه. بس خلصت خدمه العلم اجى بيي قال لي اذا بدك تيجي تساعدني انا حاضر. انا صراحه كنت كثير بحب هالمصلحه، بس انا ضد انه واحد يستلم مصلحه مش عن علم، عن خبرة. حلو. ليه؟ لأنه قد ما كان بيك شاطر، قد ما كان ناجح بحياته، قد ما عمل مصاري ومش هي الهدف، في أوقات الأشياء إذا هو بيعرفها غلط رح يورتك إياها. سو دايما لازم يكون في عندك مزيج بين العلم والخبرة. خبرة لحالة ما بتفيد، وعلم لحاله ما بفيد. سو قلت له أنا كان عبالي أعمل هالشغلة، بس كنت متردد لأنه بتعرف بهيك وقت كان في حرب وهيك، يعني ما كانت هالمصلحة كتير بتطعمي خبز. قلت له إذا أنا بدي أعملها بدي روح أتعلم. ولا رحت على ميلانو، تعلمت فاشن ديزاين، بس ما تعلمت بس فاشن ديزاين، لأنه أنا وقت كنت بميلانو ما كنت عم بشتغل. ثلاث أرباع التلاميذ اللي كانوا بميلانو كانوا يشتغلوا ويتعلموا، سو كانوا يروحوا مرة بالجمعة، أنا كنت روح كل يوم. استفدت إنه أنا بوجودي هونيك تعلمت كل شيء موجود بالمدرسة، يعني تعلمت فاشن ديزاين، تعلمت فاشن كونسلتنسي، تعلمت تاريخ التياب، تعلمت إدارة المعامل، تعلمت إدارة المشاغل، تعلمت كل شيء وجيت. وساعدت فترة بيي قبل ما يصير في الأزمة بلبنان، وفتحت أنا دار الأزياء تبعي. لو ما كنت هلأ المصمم الناجح بوديديب، كنت معقول تكون المهندس اللامع ولا ما بتعتقد؟
ما بعرف صراحة، ما بعرف. كتير ناس بيقولوا لي لازم كنت محامي، أو في ناس بيقولوا لي لازم تكون أستاذ مدرسة. أنا كتير مرتب، أنا كتير منظم، يعني أنا ما بترك شيء يكون على يا فوضى أو يجي شيء هيك منه لحاله. يعني أنا بتسألني وين في هيدا الزر الصغير اللي عندك بالأتولية، بقدر أقول لك وين. سو أنا مرتب فيزيكلي بالشغل ومرتب براسي. سو ما بعرف صراحة وين ما أقولك كنت يعني. من بعد مشوار طويل ومليء بالنجاحات، هل بتعتقد إنه بودي أيام زمان بيكون فخور ببودي الحالي؟ ما حدا بيكون فخور بحاله، لأنه دائما في كتير أشياء بدك توصل لك، كتير أشياء بدك تتعلمها. فيك تكون فخور بحالك إنه أنت بكل هالمسيرة اللي عملتها ما أذيت حدا، واشتغلت بضمير، وما سرقت حدا أهم شيء، لأنه بهذه المصلحة في كتير زعبان وبكمل كل المصالح. سو أنت وقت بتكون ماشي بخط مزبوط، ما عم بتغش حدا، عم تشتغل من قلبك، مستحيل ما توصل، مستحيل ما يحكوا عنك بالمنيح، مستحيل ما يشوفوا شغلك الحلو. سو أنا فخور باللي عملته لهلا، بس رح أكون أكثر فخور باللي رح أوصل له بعد أكيد. هل بتتذكر أول قطعة اشتغلت عليها؟ لمين؟ أكيد. لمين وشو كانت المناسبة؟ أكيد أكيد. أنا أول قطعة اشتغلتها بميلانو، بالمعمل بميلانو. أوكي. علمونا بالأول كيف نفصل الجاكيت، أول شيء بيعلموك كيف ترسم الباترون. أنا الوحيد بركي بلبنان، ما بعرف إذا من زملائك، من زملائي، إنه أنا بعمل باترون، يعني أنا برسمه من الصفر، أنا بقص القماشه وأنا بقعد على المكنة بخيطها من أولها لآخرها وبكويها وبسلمها. يعني أنا ما بتكل على ولا موظف عندي، أنا بعلم الموظف مش الموظف بيعلمني. سو أنا وقتها كنت بميلانو علمونا بالأول نعمل باترون اللي هو القالب تبع الجاكيت، فصلتها وقصيتها وعملت جاكيت بإيدي. كانت أول مرة، عم بحكيك كان عمري ما بعرف قدي 22-23، وعملتها عقياسي ولبستها وجيت لهون على لبنان. وقتها جيت بس خلصت استقدم بيي طلع فيي إنه هذا الصبي اللي ما كنا عارفينه بده يطلع ديزاينر. ليك شو طلع منه؟ طلع منه بدلة وعملها على ياسو، وأول بدلة لحدا غريب كانت لبيي، عملت له إياه. حلو. إذا كنت قادر تغير شيء بماضيك، هل في أي حدث معين أو ذكرى معينة بتتمنى أنك ترجع لها وتغيرها، أم أنك راضي تماماً عن أحداث الماضي؟ لا، أنا راضي عن كل شيء، يعني الحمد لله. أنا إذا بتقلي كيف بترجع تتمنى حياتك تكون، بقول لك مثل ما أنا عشت. حلو. بالمر وبالحلو، لأنه المر بيعلمك والحلو بخليك تقدر. سو أنا ما بغير شيء بحياتي، بس كنت بتمنى شغلة صغيرة، إنه كنت عشت مع بي زيادة أكتر، لأنه بي مريض وتوفى. سو أنا كان يشوفني أكتر وين وصلت. هالمشوار لوين معقول ياخدك؟ شو في شيء جديد عم يتحضر؟ هل في أي أهداف جديد؟ هدف كل ديزاينر بالنهاية هو الاستمرارية وهو التطور. بهذا الدومين اللي نحن عنا إياه في كتير إشياء فيك تعملها. فيك تعمل اسم، صحيح أنه أنت بتصير ديزاينر، بس فيك تفتح محلات، يكون في عندك بيت أبورتي، فيك تبيع بعدين شركتك بغالي، تصير انترناشنال. دومين كتير واسع، عرفت؟ بقى دايماً الواحد if you think big توصل لمحل. إذا أنت بتضلك عم بتفكر بالحاضر وأنا هون وصلت وما بقى بدي أتطور أو هذا الماكسيموم اللي بقدر أعمله، بتضلك محلك. مش ضروري إذا أنت you think big توصل للبيج اللي أنت، بس اللي فات إنه أنت تفكر إنه أنا بدي أوصل لمحل، منه لحاله الأنرجي بتاخدك لهالمحل. نوصل على الفقرة الثالثة، وهي الفقرة المفضلة عندي بالبرنامج، وهي فقرة أغنية وسؤال. خلال الأعداد للحلقة سألتك عن الفنان أو الفنانة المفضلين عندك، وأنت أعطيتني أكثر من اسم. أوكي. وأنا اخترت لك النجم وائل كفور. منيح. بهالفقرة رح كون عم بطرح عليك أسئلة مستوحاة من عناوين أغاني النجم وائل كفور. أوكي. شو رأيك؟ حلو الفكرة. منبلش مع أول أغنية وهي البنت القوية. أوكي. هل مرق بحياة بودي ديب بنت قوية قدرت تترك أثر وغيرت فيك مثل ما بتقول الغنية؟ إيه أكيد. ما هو الواحد اللي بيكون بعمري وقاطع كتير إشياء عليه، بيكون قاطع عليه بنت قوية وبنت ضعيفة وبنت حلوة وبنت بشعة، قاطع كتير إشياء. بس البنت القوية هي اللي بتكملك. يعني وائل وقت كان عم بيغني عن البنت القوية، هي دايماً
بتكون سابليمنت. حلو. يعني هي بتزيد لك سعادة. يعني إذا واحد بده يرتبط ببنت إذا كانت قوية أو هي شريكة حياته، لازم تزيد له ليفل السعادة، لازم تزيد له ليفل الموتيفيشن، لازم تقوي، مش تاخد منه بالآخر ليصير هو عم بيعطي. هذا الحلو بالبالانس بالعلاقة، واللي هاللي قلت لك أنا بأول حلقة أنه أنا ما عملت كومبرومايز على هالأشياء، لأنه أنا بعرف إذا ما كان في بالانس بالعلاقة، توازن بين اثنين، انه يقدروا ياخذوا من سعادة بعض، مش واحد ياخذ الانرجي تبع الثاني، ما بتوصل لنتيجة. اغنية وائل اللي بتقول ما وعدتك، كم شخص خذلك بحياتك؟ كم شخص وعدك وما وفى بوعده؟ ما كتير صراحة، ما بقدر افكر بحدا وعدني او قال لي شيء وما وفى، لانه انا بطبعي ما بتكل على حدا. يعني انا ما حدا بيقدر يوعدني بشي وارجع انا اكون ناطر هيدا الوعد اللي هو يتحقق. دائما انا كل شيء كان بدي اياه كنت انا اعمله لحالي. سو انا تعبت بكل شيء، بلشت من الصفر اكيد. يعني انا ما ورثت ولا شيء ولا كان عندي شيء ابدا، بلش منه، بلشت من الصفر. كل شيء اللي شايفه هلا هو من الصفر. سو ما حدا وعدني وما حدا املني بشيء، ما اتكلت على حدا. سو ما عندي اياه هيدا، انه ما حدا خذلني وما حدا وعدني. بودي ما بتفكر لقدام انه مين معقول شو رح يصير باسم بودي ديب؟ مين معقول يستلم هالأمانة الكبيرة؟ مين معقول يكفي هالمشوار الناجح من بعدك؟ او ما بتراودك هيك افكار؟ ما بعرف، ولا مرة فكرت فيها صراحة. مش لانه انا اناني ما بدي افكر بحد، لا، بس انه انا بحس انه انا ضد التوريث، عرفت؟ يعني مثلا انه اوكي بودي ديب كان ناجح او فلان كان ناجح، على افتراض انا تجوزت وجبت ولد وهذا الولد ما كان عباله يكون ديزاينر، او ما حسيت انا انه هو عباله يعمل، عنده الشغف، مش رح نرجع للماضي مثل ما كانوا يعملوا الاهالي قبل، انه لا انت لانه بيك ماشي شغله تعستلم شغله وحرام توقفه. لا، هلا العصر كتير تطور. هلا في الواحد يكون قاعد ببيته، قاعد على التليفون عم بيعمل شيء بالسوشيال ميديا ولا بابليكيشن، بيعمل مصاري بلاوي ما يعمل شيء غصب عنه. سو هذا التوريث انا ما كتير بحبه. انا بحس انه إذا أنا بشي نهار كان بدي ورد حدا، هو أنه يكون اسمي نظيف بالسوق، يكون يحكوا عني بطريقة حلوة، ويكون هيدا اللي وصلت له يصير كوربوريشن، يصير it's an international business، تكمل لما بعد أنا ما خلص. وهيدا سؤالي لإلك، لأنه نحن منشوف عالمياً دور الأزياء الكبيرة والعلامات التجارية الكبيرة حتى بغياب المؤسس بحطوا كرياتيف دايركتور أو أي شخص ليكمل المشوار. أنا بتفكر من الناحية المهنية. أكيد. أنا ما بخفي عليك، هذا الشيء ما كتير بحب أحكيه، بس ما بخفي عليك في كتير ناس تقدموا لقلي إنه يشتروا البزنس تبعي. أوكي. تيعملوه إنترناشنال، يعني ياخدوا البراند اللي هي بودي ديب، ياخدوا النوهاو تبعي، ياخدوا ستايل تبعي، يشتروا هيدا البزنس، صير أنا الديزاينر تبع هيدا الجروب، وهن يفتحوا محلات ويعملوا هيك. إيفنتشولي هيك رح يصير. عرفت؟ هل هو هذا هدف كل ديزاينر؟ إذا هو ما كان عنده لنقول ولد أما حدا يورثه هذه المصلحة أو حدا بيحبها، إيفنتشولي هيك رح يصير. بودي، أنت وجودك القوي هو بلبنان، خلينا نقول العالم العربي، هل في لك وجود بأماكن تانية؟ أنا صراحة بيجيني كتير ناس من برا، كونك أنت إكسبوزد على السوشيال ميديا وعلى التي في. طبيعي. الناس هلأ منن، يعني منن مثل ما بيقولوا، ما عندهم المعلومات الكافية. ناس كتير إذا صارت مثقفة، مثقفة، يعني هني بيفوتوا بيقارنوا، بيشوفوا إنه هيدا الديزاينر هيك ستايله، هيدا الديزاينر هيك ستايله، ما بقى في حدا لا يجبرهم ولا يخدهم بإيدهم لهون. سو هني وقتها بيحبوا هيدا ستايل، هي كتير هيني تليفون واحد. أنا عندي ناس من أستراليا بيجوا بخيطوا من عندي. حلو. عندي ناس من أمريكا، عندي كتير ناس من كندا بيجوا بيقولي أنا جاي من كندا لأعمل بدلة عرسي عندك. قديه مفتوح البلاد عليه وقديه أمريكا مفتوحة وكندا، بس هو وقتا بيجي لعندي طالب مني هذا ستايل محدد وجاي خصوصي. سو العالم صار قرية، منو بقى أنت بدك تروح تفتح محل بكندا أو تفتح شيء، كل الدنيا صارت قرية صغيرة مما كان بيجي لعندها. أغنية ليل ورعد برد وريح، هل أنت من فريق محبي الشتوية أم بتميل أكتر للصيف؟ لا أكيد أنا الصيف. صيف. صيف كله أنرجي، كله أكيد. أغنية حكم القلب، بين حكم القلب وحكم العقل، وين ما كان بودي ديب؟ هل أنت شخص عقلاني أم أنك بتتصرف من قلبك؟
ما فيك تعرف، يعني أوقات بيكون عندك situation بتلاقي حالك إنه فتت بالحيط لأنك حكمت قلبك، بيجا بتقول مرة تانية هي آخر مرة بحكم قلبي، بتجا بتحكمه. وقت تتطلع بتتحكم عقلك بتلاقي روحت الفرصة، بتقول يا ريت فكرت بقلبي. ما في، أنا بحس إنه هو مثل ما بيقولوا الستاندرد أو الكليشيه إنه أنا هيك وأنا هيك وأنا هيك، هو مش موجودين بولا شيء بالحياة. كل situation، كل حادثة أو كل شيء بيتفاعل مع الإنسان بطريقة. ما حدا فيك تقول إنه أنا لنقول بحكم قلبي، مش مزبوط. في أوقات بتلاقي حالك حكمت عقلك من دون ما تنتبه، وبالعكس صحيح. أنا بحس إنه الإنسان هو الكوكب الأرض عم بيتحرك بيك هلأ، كيف يعني كل شيء فيه movement، كل شيء فيه energy، فيه energy. معقول الإنسان يكون هو لوح خشب ما بيتغير والدنيا كلها حواليه عم تتغير؟ أخلاقك بتتغير، طبعك بيتغير، الانترست تبعك بيتغيروا، طريقة تفكيرك بتتغير. سو ما بده يكون الواحد ثابت بشيء. كل سيتويشن بتلاقيها بتخليك تتصرف بطريقة أنت ما بتكون عارف حالك هتتصرف فيه. وحتى فينا نقول إنه الأغلاط بتعلم، بتعلم وبتوجع وبضلك تغلط. يعني كثير قليل هيدي اللي تعلمت من أغلاطي مش موجودة، أنا بحسها مش موجودة، لأنه بتضلك تغلط مرة واثنين وثلاثة. هلأ أوكي عم بحكيك اكزامبل، يعني اذا اجى لعندك واحد لنقول عامل بدله ما دفع لك حقها، اوكي المره الجايه ما بتعود تخيط له، هيدي ما قلنا عليها، بس عم بحكي اغلاط الحياه كثير قليل، لانه دائما دائما انت كونستنت موفمنت بمشاعرك بهيك بتضلك تغلط وبتضلك. اخر اغنيه للنجم وائل كفوري بهيدي الفقره هي اغنيه بديك. هل انت شخص بتعرف شو بدك من الحياه؟ ايه اكيد، اذا ما بتعرف شو بدك ما بتوصل لمحل. اكيد دائما دائما قبل ما تنام، هل هو أحلى وقت إنك تكون لحالك قبل ما تنام، بتشوف شو عملت وشو بدك تعمل. دايماً دايماً بتقارن مبارح شو كان بدك تعمل باللي عملته اليوم، بتقول أنا عملته أو لا، شو بدي أعمل بكرة. دايماً لازم تضلك أنت تحاسب حالك وتشوف وين بدك توصل، بس إذا ما بتعرف شو بدك وين بدك توصل ما توصل لمحال أكيد. الفقرة الرابعة، وهذه الفقرة عنوانها برجك على الموضة. بودي ديب، أنت رجل الدلو، وبهذه الفقرة رح نكون عم نقرأ مواصفات رجل برج الدلو ونشوف معك مدى ملائمة هيدي الصفات والمميزات مع شخصيتك، وبدي منك تجاوبني صح أم لا. رجل الدلو مبدع وعبقري وبتستمتع بإيجاد الأفكار الجديدة والحديثة، صح أم لا؟ إيه أكيد صح، بكل شيء مش بس بالدومين اللي أنا بشتغله. أنا بحس حالي أنه أنا problem solver، يعني أنا في عندي مشكلة دغري بلاقي لها حل، ما بتوقفني هذه المشكلة، وهذا الشيء كتير بيساعدني بشغلي. بتحب السفر وبتسعى لاكتشاف الخبرات والتجارب الجديدة؟ بحب السفر كتير، بس ما بسعى لاكتشاف التجارب الجديدة، ما كتير بهمني السياحة، بس بحب كتير سافر. رجل الدلو شخصية اجتماعية وعنده كاريزما عالية ومحط إعجاب الكثيرين، صح أم لا؟ يعني هلا اجتماعيه ما كتير، اوكي، لانه برج الدلو عنده صفه انه بيضيق خلقه، سو اللي بيضيق خلقه ما له جلاده يساير، والسوشيال لايف بدها كتير مسايره. سو وقتها بتشوف حدا دلو بالمجتمع قول هيدا اكسبشن، يعني صار فيه مثل معجزه. لا يمكن توقع تصرفاتك، وعندك نوع من المبالغه بردود افعالك خاصه بلحظات الجدل والمشاكل. 100%، وهذا كثير غلط، عم جرب اشتغل عليه. رجل الدلو عنيد وعنيد وعنيد؟ ابدا لا، مش عنيد. في غير ابراج عنيدين اكثر، بس لا، رجل الدلو بيعرف شو بده، مش عنيد. يعني انا اذا بتقنعني بشيء انا اللي ماشي فيه 50 سنة بتجي بتقنعني بتكي انه منه مزبوط، لا بتقبل. بالنسبة لرجل الدلو، الجانب العقلي والمظهر الخارجي عندهم نفس الأهمية عند البحث عن شريكة حياته، صح أم لا؟ أكيد أكيد، وهذا كمان أوقات شوي غلط. يعني أنا أمي فيجوال بيرسون، يعني أنا بحب أطلع بالشكل، بحب أطلع بالمضمون. في ناس بيقلك المضمون هو أهم، أنا بحس لا، أنا أتليست أنا بحب كتير يكون الشكل بيوازي المضمون. عندك جانب رومانسي رائع وبتعبر عن مشاعرك وحبك بطريقة مثالية. ايه هاي مزبوطة. رجل الدلو يعتبر قائد عظيم في العمل وعنده نظرة منطقية للأمور. هذا اللي قلت لك قبل شوي، البروبلم سولفر، يعني انت بيكون في عندك موظفين، it's a team،
اكيد انا ما بتصرف از بوس لانه ما بيفيدك الموضوع. انت عمين عم بتشوف حالك او عمين عم بت انت يو ار بارت اوف ا تيم، انت يو ار ا تيم ليدر بس ستيل يو ار بارت اوف ذا تيم، انت جوات التيم. سو اذا انت ما حسستهم ان انت معهم عم تشتغل معهم ما الا معنى واحد رفت يكون ليدر. سو البروبلم سولفينج كثير مهمه لانه مش لكل العالم الله عاطي هيدي الموهبة انه قدام المشكل تلاقي الحل. في ناس بيلاقوا مشكل بيوقفوا ما بيقعدوا يلاقوا حل. اذا انت عندك هيدي الصفة انه انت قدام كل مشكل تلاقي الحل، يعني بتعتبر انه انت عن جد you are gifted. بودي احنا وصلنا لختام حلقتنا، يعني الوقت مرق وما حسينا. بدي اياك تطلع بالكاميرا اللي عندك وتختم الحلقة على طريقتك. نحن معودين بالبرنامج كل ضيف بيختم الحلقة على طريقته. انا بحب حي مشاهدين هلا لندن، وشكرا على الاستضافة الحلوة، وان شاء الله يكون هالانترفيو زاد شوية معلومات عن عن دومين الخياطة، دومين الفاشن، وان شاء الله بنشوفكم قريبا بمقابلتين. نتشكرك من جديد بودي دياب. فاذا مشاهدينا مع الختام من المصمم اللبناني بودي دياب بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى ان تكون نالت اعجابكم. اذا حابين تحضروا هذه الحلقة وغيرها من الحلقات ما لكم الا تنزلوا ابلكيشن هلا لندن على الايفون والاندرويد، وما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم يقطعوا باسفل الشاشة. بذكركم هلا لندن موجودة على كيبل فيجن وعلى نايل سات، وانا بلاقيكم بحلقة جديدة الاسبوع الجاي مع ضيف جديد او ضيوف جديد. ومن هلا لوقتها بودعكم. We'll be right back.